المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي خطبة الجمعة في طهران اليوم، ويتوقع يدعو أحمد نجاد الإيرانيين للوحدة بعد أسبوع من التظاهرات التي أعقبت إعلان فوز الرئيس محمود أحمد نجاد بالانتخابات الأخيرة. من جهته بعث الرئيس الإيراني رسالة مصالحة إلى الشعب نأى فيها بنفسه عن الانتقادات السابقة التي كان قد وجهها من قبل للمتظاهرين المؤيدين لموسوي. أنا أشير إلى الذين أججوا التوتر وأشعلوا النار في المنشآت العامة وهجموا الناس. أنا أصف هؤلاء بأنهم مجرد غبار، إنهم ليسوا جزءا من الأمة الإيرانية وهم غرباء. أعلنت أن الفائزين هم 70 مليون إيراني، 40 مليون منهم صوتوا في الانتخابات. كل إيراني فائز، كل إيراني مقدر. الحكومة في خدمة كل فرد ونحن نحب كل فرد. كسرت السلطات الإيرانية صمتها حيال التظاهرات بالإعلان عن نبأ جدلي في نوعه وفي توقيته. هذه الصور تؤكد حسب الرواية الرسمية لوزارة الاستخبارات الإيرانية أن السلطات أحبطت مؤامرة وصفتها بالإرهابية مرتبطة بجهات خارجية كانت مقررة خلال يوم الانتخابات. الهدف حسب السلطات كان وضع متفجرات في مساجد وأماكن مكتظة أخرى في البلاد كمراكز الاقتراع من أجل نشر الفوضى والقلاقل. الكشف عن المؤامرة المرتبطة بأعداء إيران في الخارج حسب ما ورد في تقرير الوزارة جاء مدعوما باعترافات قيل إنها لمتهمين بالمشاركة فيها. هذا التطور الذي يأتي بعد نحو أسبوع على الانتخابات وقبيل الموقف المرتقب للمرشد الأعلى للجمهورية آية الله خامنئي خلال صلاة الجمعة يثير تساؤلات كثيرة قد تنقل الحدث الإيراني من الشارع إلى الأجهزة السياسية للنظام مجددا، فالأمر متعلق بالأمن القومي للبلاد. الكشف عن المؤامرة هذا وسط استمرار حملة الاعتقالات الواسعة التي تستهدف شخصيات معارضة تزامن مع سلسلة تظاهرات يومية ينظمها مناصرو مير حسين موسوي المطالبون بإلغاء نتائج الانتخابات الماضية وتنظيم انتخابات جديدة في البلاد. كارين طرباي، بي بي سي.